بالنسبة لجلسة اليوم الدفاع لم يثمن الطلبة ديالو. احنا مازال ما وصلناش للمرحلة ديال الدفوع الشكلية، نحن بصدد الطلبات الرامية إلى تجهيز القضية. كانت مجموعة من الطلبات من بينها استدعاء شهود الذين استمعوا إليهم قاضي التحقيق أو مصرحين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كذلك بعض المؤسسات، لأنه القانون ينص على أن المحكمة لا يمكن لها أن تبني مقررها إلا بناء على حجج عرضت ونوقشت شفاهياً بالجلسة، والمحاكمة العادلة تقتضي مواجهة هؤلاء المتهمين بهذه الشهود، ونحن لم نكن انتقائيين في طلباتنا المتعلقة باستدعاء الشهود. ما طلبناش غير شهود النفي، طالبنا بشهود النفي وشهود الإثبات وحتى بشهود الزور اللي كاينين في هذا الملف هذا. وإن شاء الله السميع العليم الملف سيعرف مفاجآت أخرى، ذلك أنه كاين مجموعة من الوقائع التي سيتأتى لنا دحضها بوسائل مادية أو بوثائق. وللإشارة الملف جرى تأخيره لجلسة الجمعة المقبلة الأسبوع المقبل إن شاء الله صباحا.